هاي، اليوم جبت لكم سلطة الجرجير، مرة معروفة ودايما نشوفها على الطاولات في العزايم. صراحة هي مرة تشرف ومنظرها مرة حلو والطعم مرة لذيذ. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. صحن التقديم، تضيفوا الجرجير مغسول نظيف جاهز، تضيفوه بهذا الشكل لأن المنظر دايما يعني مهم صراحة. بعد كده تبعدوه على جنب وتعالوا نعمل الصوص تبعه مع بعض. أول حاجة نضيف ملعقتين من زيت الزيتون، بعد كده نضيف ملعقة واحدة من عصير الليمون، بعد كده نضيف ملعقة واحدة من خل البلسمك، وبعد كده نضيف ملعقة واحدة من دبس الرمان، وآخر حاجة نضيف ربع ملعقة فلفل أسود وملح. أنا هنا حطيتهم مع بعض وتخلطوهم بهذا الشكل. وكده انتهينا من الصوص، صار جاهز. نرجع نجيب الجرجير اللي حطيناه في صحن التقديم ونضيف عليه الصوص اللي عملناه بهذا الشكل. بعد كده ناخذ جبنة بارميزان، والبارميزان يكون مبشور زي ما انتم شايفين في الفيديو. طبعا البارميزان مع الجرجير يا سلام يعطي الطعم اخر حلاوة. اخر حاجة نضيف يعني كزينة وكطعم وكله حبات الرمان بهذا الشكل. وبكده صار صحنكم جاهز، وشوفوا كيف المنظر مرة فظيع والطعم أحلى وأحلى. وعليكم بألف عافية، وإذا أول مرة تشوف الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك ليصلكم كل جديد. وباي باي، خليكم مع الفيديو الثاني. هاي، اليوم جبت لكم حلى مرة لذيذ ويبيض وشكم في الضيافة. حلى بارد وبسيط وسهل، ويلا نبدأ مع بعض. بمكونات مرة بسيطة، أول حاجة في البايركس نضيف بسكوت الشاهي مغمص بالحليب بهذا الشكل. هذه أول طبقة. اللي أول مرة يشوف الفيديو لا ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. بعد كده نجيب الخلاط ونضيف فيه واحدة علبة من القشطة، أنا هنا اخترت قشطة التاج، واحد ظرف من دريم ويب، وكمان واحد ظرف من كريم كراميل، وأربع حبات من جبنة الكيري. وخلطتها. بعد كذا حبيت أضيف حليب مكثف نسلة ربع كوباية، ونرجع نخلطها تاني بهذا الشكل. بعد ما تخلطت وزعناها على البسكوت في البايركس، ونضيف الطبقة الثانية برضو حليب مع البسكوت بهذا الشكل. أعتقد كل واضح قدامكم صوت وصورة. أضفنا برضو من الخليط فوق البسكوت مرة تانية، نوزعها على جميع البسكوت. طبعا أنا حطيت بين الطبقات طبقات خفيفة من الخليط، لأن الطبقة الأخيرة اللي الآن هعملها أكتر الخليط حق الكريمة اللي عملناها.
شوفوا هنا كترت لأنها الطبقة الأخيرة. بعد كده حبيت أزينها من فوق على الوش بنفس البسكوت اللي استخدمته، طحنته وأضفته للوش. وهنا الطعم مرة هيعجبكم، جربوها. بعد كده أضفت كراميل للوش وتزينوها زي ما تحبوا انتو. أنا حبيت طعم الكراميل معاها، كده الطعم متناسق مع بعضه، مرة لذيذ. وناخدها على التلاجة 10 دقايق. بعد كده تقدموها، قلت أدوقها معاكم عشان تشوفوا كيف من جوا الطبقات كيف صارت معانا. يا سلام، ما ننسى فنجان القهوة علشان تحلى السهرة. طبعا هنا الحلى بارد ومرة لذيذ. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمكم، وإذا أول مرة تشوفوا الفيديو حقول لكم فعلوا الجرس واشتركوا في القناة، وعليكم بألف عافية.